يا وي شلونكم؟ زهراء شلونك؟ أنا زينة يا وي، أنت شلونك؟ الحمد لله بخير. بما أنه صرت عراقية راح أسوي لك أكلة عراقية كلش قديمة. أول شيء راح نبلش بالشيرة. عندنا كوب شكر نحطه بجدر ونحط فوقه نص كوب مي، يعني تقريبا 2 إلى 1. حلو. أنا أحب أحط ورا الشيرة مالتي أحط شوية ملح بس يعادل الحموضة مالتها لما تتكرمل الشكر. هاي معلومة جديدة. يعني عندنا هم من الفانيلا بيها شوية حموضة. تمام. بس راح اخليها تغلي تقريبا 5 دقائق. من تبي تغلي تبقبق 5 دقائق. مسوي شيء قبل كعب الغزال ما مسويه؟ ابدا كل شيء مسويه ابدا. هسه مو ضروري تفضحنا. ما نحس تفضحنا، هي اول مره نسوي التغلي. هسه نحسب احنا 5 دقائق من هذا الغلوان. غلوان الله عرفت راح تلزمها علي. هاشتاج غلوان حبيت. الشيرة مالتنا صارت جاهزة، هاي راح اشيلها ونخليها تبرد تماما. راح نجيب طاوة جبارة. راح نبدي نسوي الخلطة مال حلاوة حليب. اول شيء راح نخلي كوب كامل طحين، نفس الكوب هذا راح نخلي بيه حليب مدهش. سبونسر مال الحلقة مالتنا حليب مدهش، راح نفتحه. حليب مدهش طيب.